في محاولة لإقناع الجمهور الفرنسي بأن التطعيم ضد كورونا آمن ومفيد، تم تطعيم 7 فرنسيين من الحائزين على جائزة نوبل في باريس وستراسبورغ، وشجع العلماء الفرنسيين على تلقي اللقاح قائلين إنه الخيار الوحيد المتاح في الوقت الحالي لمكافحة الجائحة. في الساحة الحمراء اصطف العشرات من سكان موسكو للتطعيم ضد كورونا، حيث يتم إعطاء اللقاح على أساس أسبقية الحضور. روسيا التي تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الحالات بدأت التطعيمات على نطاق واسع الشهر الماضي للعاملين في المهن الأساسية، وفتحت بالأمس الاثنين البرنامج للجميع. إلى أفلام السينما، تصدر فيلم الحركة الجديد The Marksman للممثل ليام نيسن صدرت إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مسجلاً 3 ملايين دولار. وتدور أحداث الفيلم حول صاحب مزرعة على الحدود بين ولاية أريزونا الأمريكية والمكسيك، تقحمه الأحداث في الدفاع عن صبي مكسيكي صغير يفر من عصابة تتعقبه إلى داخل الولايات المتحدة. أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من طيور البطريق المتجهة إلى مكان ما في جزر فوكلاند، والتي قابلت أخرى في طريق عودتها. وكما يظهر في المقطع، يبدو أنه جرى تبادل للمعلومات بين المجموعتين على طريقة البطريق. جميل الحوار بين البطريق. أظهرت لقطات مصورة بطائرات درون شرفات مزارع العنب لافو المدرجة على قائمة اليونسكو مغطاة بالثلوج، وقد شهدت المنطقة تساقطا غزيرا للثلوج خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووصلت إلى حدود 15 إلى 20 سنتيمترا. فاصل ونعود لمتابعة ما تبقى من صباح العربية.